تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو قصير، غادي نقدم لكم رايب ديال الدار، مكونات بسيطة ما نطولش عليكم. غادي نحتاجو اطرو ديال الحليب يكون فايض نخليه حتى يبرد، وياغورت طبيعي، ساشي فاني، وربعة المعالق ديال السنيدة. ناخد الحليب اللي فايت نحيد منه ديك الفرارة باش كيطلع لي داك الرايب. ناخد واحد لو بول نخلط فيه المكونات، السنيده الفاني والياغورت، نخلطهم مزيان. نستعمل الطراب الكهربائي ولا الطراب العادي اللي بغيت، ومن بعد نضيف الحليب ونعود نخلط شويه. غادي تكون عندي واحد الرغوه نخلطها بمعلقه، ناخذ الكويسات نخوي فيهم الخليط. هذا الرايب كيجي زوين بزاف، كنت كنعتمد عليه بزاف في رمضان في السحور ولا في الفطور، كان كيعجبني وكنديرو حتى في الايام العاديه. صافي كيخرج لينا اربعه الكويسات كما كيبان لكم، اقتصادي وكيخرج كمية لا بأس بها، أربعة الكويسات كبار. غادي ناخد واحد القرعة ندير فيها الماء سخون ونديرها ما بين هاد الكيسان باش كتعطيهم ديك الحرارة، ونغطيها مزيان بهاد الفيلم اليمونتير، ما نخليش شي بلاصة فين يدخل الهواء، ونغطيها بواحد الغطاء يكون سخون ونديرها في شي بلاصة تكون دافية. نخليها تقريبا 6 سوايع، ومن بعد نديرها في كونجيلاتور تقريبا واحد 10 دقائق غير باش تبرد. وهو كيف كيجي، كيف ما كيبان لكم كيجي عاقد وكيجي زوين، كنصحكم تجربوه. نتمنى يعجبكم وبصحة وراحة.